مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم مساء الخير ليوم الاثنين 16 5/2022. الحقيقه يعني في ردود فعل كتيره، وفي كثير منها استحسن بيان الحكومه في المؤتمر الصحفي الدولي اللي عقد امس للاعلان عن خطه الحكومه المصريه لمواجهه الازمه الاقتصاديه العالميه اللي بيقال ان العالم لم يمر بها منذ 80 عام. يعني احنا بنتكلم على الازمه الطاحنه اللي هي كانت في الثلاثينات اللي اعقبت، او اللي كانت يعني قبل الحرب العالميه الثانيه على طول، اللي دي تعتبر يعني افتكر اكبر ازمه معروفه ومدروسه ومؤرخه في يعني تاريخ البشريه. 2008 كان في ازمه كبيره، قبل كده كان في التسعينات، لكن يبدو انه الازمه الحاليه اقوى بكتير جدا، وما يتوقع من نتائجها اكبر بكتير من الازمات السابقه. احنا هيكون معانا في هذه الفقره، فقره الحوار لهذا اليوم، دكتور احمد سمير عضو اللجنه الاقتصاديه بمجلس الشيوخ. والحقيقه احنا دايما بنسعد وبنرحب باعضاء مجلس الشيوخ، لانه خدوا بالكم هي مش مجالس نيابيه وخلاص، هي مجلس الشيوخ مجلس استشاري، يعني المفروض ان هو بيضم الخبراء في كل المجالات. فدي مساله يعني يسعدنا جدا ان احنا نستجلي خبراتهم ونعرف منهم كده احنا مقبلين على ايه ومدى استحسان حضراتهم لهذه الخطه اللي طرحتها الحكومه، واذا كان هيبقى في اضافات منهم او هيبقى في اقتراحات، وده دورهم الحقيقه، هيبقى شيء طبعا يسعدنا جدا. ده بالنسبه لفقره الحوار لهذا اليوم. خلينا ندخل في اخبارنا مباشره. افتتاح اعمال الجمعيه العامه لمجلس كنائس الشرق الاوسط في مركز لوجوس بالمقر الباباوي في دير الانبا بشوي العامر بصحراء وادي النطرون. فعاليات الجمعيه العامه ال 12 لمجلس كنائس الشرق الاوسط بمشاركه 17 بطريرك ورئيس كنيسه، وباجمالي 21 كنيسه ممثله بوفود مشاركه من العائلات الارثوذكسيه الشرقيه والارثوذكسيه المشرقيه والكاثوليكيه والكنيسه الانجيليه. الجمعية العامة في هذه النسخة تتخذ الآية تشجعوا أنا هو لا تخافوا، اللي وردت في إنجيل متى الأصحاح 27 والعدد 14، تتخذ منها شعارا له تشجعوا أنا هو لا تخافوا. تتناول عدد من قضايا مسيحي الشرق الأوسط وتحدياتهم وتطلعاتهم وقوة حضورهم في وحدتهم وحضورهم في أوطانهم من خلال وحدتهم المسيحية في الشرق الأوسط، وأيضا لوضع رؤية مستقبلية تكفل تعزيز الروح المسكونية وتحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية الملحة لجميع أهالي المنطقة. والحقيقة أن الدكتور عبس اللي هو رئيس الحالي لمجلس كنائس الشرق الأوسط حقيقة قال يعني كلام فيه الكفاية والروعة بخصوص هذا الاجتماع في حلقة السبت الماضي. الحقيقة تابعت الفقرة وكانت جيدة جدا عبر زوم. يعني تعالوا ناخد الخبر اللي بعد كده. الرئيس السيسي يجتمع اليوم مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزير التجارة. تناول الاجتماع متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية، ووجه الرئيس خلال الاجتماع بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة في مجال الانتاج الزراعي. والحقيقة كان في توجيهات تانية برضو مهمة، تعالوا نشوف جزء من هذا الاجتماع ونرجع نكمل مع حضراتكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية. وقد وجه السيد الرئيس بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة في مجال الإنتاج الزراعي بهدف تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع من أجل تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محلياً ودولياً وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في العديد من التخصصات. وقد تم خلال الاجتماع استعراض موقف الصادرات الزراعية المصرية والتي تشمل 350 منتجاً زراعياً متنوعاً يتم تصديرها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم في مقدمتها الدول العربية والأوروبية، حيث سجلت الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2021 وبلغ حجمها حوالي 5.6 مليون طن بقيمة قدرها نحو 3 مليارات دولار، ولتصبح مصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح، وذلك بالإضافة إلى الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة. كما استعرض السيد وزير الزراعة مستجدات موسم حصاد القمح الحالي في ضوء الإجراءات التي كانت اتخذتها الدولة لتعزيز إنتاجية محصول القمح بزيادة المساحات المنزرعة بنحو 250 ألف فدان، وذلك بالتكامل مع المشروع القومي للصوامع والذي دعم قدرة الدولة على تعزيز السعة التخزينية الاستراتيجية بالإضافة إلى زيادة أسعار التوريد وإضافة حافز استثنائي لتعظيم العائد المادي والاقتصادي للمزارعين والفلاحين. دكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى المشاهدين الكرام. يعني إيه الخطة اللي الدولة دلوقتي وضعها لتحقيق أعلى عائد من الإنتاج الزراعي، يعني بالتوسع الأفقي في زيادة مساحات الأراضي المزروعة وبالتوسع الرأسي عن طريق تعظيم الناتج من مخرجات الزراعة في كل فدان؟ هذا حقيقي، ودي المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة 2030 في مصر. أولا العمل على رفع إنتاجية وحدتي الأرض والمياه من خلال ذلك التوسع الرأسي بإيجاد أصناف جديدة ذات إنتاجية أعلى وتتحمل الإجهاد البيئي وتتحمل ظروف التغير المناخي، وتطوير المعاملات الزراعية بحيث تكون هي المعاملات الزراعية المثلى. ثم المحور الآخر هو التوسع الأفقي من خلال المشروعات الزراعية القومية الكبرى، مشروع 1.5 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة الذي يتضمن مشروع مستقبل مصر، فضلا عن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء. طب دكتور أشرف، يعني حضرتك أستاذ اقتصاد زراعي بمركز البحوث الزراعية، هل بترى أن هذه الخطوط العريضة يعني الآملة الرائعة في آليات محطوطة تفصيلية لتحقيقها فعلا، ورأيك فيها إيه؟ ده في غاية الأهمية حضرتك. وبالفعل استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030 تحتوي على برامج محددة، وكل برنامج به مشروعات محددة تمام، بها توقيتات زمنية وبها تكلفة التنفيذ وبها الجهات المعنية بكل مهمة معينة من الذي يقوم بالتنفيذ. وهناك مثلا على سبيل المثال برنامج قومي لتنمية الحاصلات البستانية يتضمن برنامج قومي لتنمية محاصيل الخضر وبرنامج قومي لتنمية محاصيل الفاكهة وبرنامج قومي لتنمية المحاصيل التي تتحمل نقص المياه وظهور القطف والنباتات الطبية والعطرية. طيب دكتور أشرف، كل برنامج يتضمن مشروعات محددة. طيب آخر سؤال عايز أسأله لحضرتك، الأزمة الطاحنة الاقتصادية اللي طبعا أساسا بتعتمد على الطعام والمحاصيل الزراعية واللي بيمر بيها العالم كله، سواء كانت
بسبب البيئة وتلف بعض المزروعات بسبب تغير المناخ أو بسبب تقليل الاستيراد وصعوبة الحركة أو بسبب تعطل سلاسل الإمداد الخاصة بإنتاج ونقل الغذاء أو القيمة المضافة اللي بتضاف عليه. يعني في ظل ده بتقيم وضعنا في مصر إزاي؟ ما ذكرته حضرتك باختصار فعلا هو تركيز للتحديات التي تواجه الزراعة عالميا وفي قلبها الزراعة المصرية. ورغم تلك التحديات الجامة من متغيرات خارجية وداخلية أو التغيرات المناخية والأمراض العابرة للقارات وما إلى ذلك، فإن الزراعة المصرية بخير والحمد لله ولها إنجازات محددة، حيث تم رفع إنتاجية معظم المحاصيل الاستراتيجية بشكل كبير. يعني كانت إنتاجية القمح لا تتعدى 8 أرادب للفدان، الآن نتحدث عن متوسط من 18 إلى 19 أرادب للفدان وكثير من المحاصيل، ويعني حققنا شبه اكتفاء ذاتي من الدجاج والبيض والألبان والأسماك، ولدينا اكتفاء ذاتي كامل في الخضروات والفاكهة. يعني إنجازات كبيرة من طب خلال هل يا دكتور دور فعلا هنتوقف عن إنتاج نوع معين من الزيت، مش عارف زيت عباد الشمس أو كان ترددت أخبار عن هذا الأمر لأننا ما بنزرعوش في مصر؟ هو في الواقع هناك طبعا ما ذكرته حضرتك، هناك مشكلة بالنسبة لزيوت الطعام في مصر. نسبة الاكتفاء الذاتي منها يعني أقل نسبة للاكتفاء الذاتي في المجموعات الغذائية. الآن هناك توجه لإدخال المحاصيل الزيتية في الزراعة التعاقدية، فول الصويا، ومع اتجاه نحو ارتفاع المساحة المنزرعة قطنا، وكلنا نعلم أهمية زيت بذرة القطن في هذا السياق، فضلا عن المحاصيل الأخرى مثل الفول السوداني والشمشم وعباد الشمس، فضلا عن نبات الكانولا وهو نبات زيتي أيضا. هناك توجه في الاستراتيجية لزيادة مساحة المحاصيل الزيتية وزيادة إنتاجيتها لمواجهة تلك الفجوة. جزيل الشكر دكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية. والحقيقة شركات الزيت عباد الشمس، الشركات المصنعة أضحت دلوقتي بتعمل أنواع منه مضافا إليها الزنك، لأنه الزنك زي ما حضراتكم شفتوا في كل أيام كورونا السنتين وشوية اللي فاتوا أصبح يعني لابد انه يبقى مكون رئيسي في غذاء الانسان بدل ما ياخده حبوب، لانه بيعلي المناعة وهو مكون جيد جدا في الاكل بتاع الانسان. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد النهاردة اجتماع لمتابعة موقف تقنين اوضاع اليد على اراضي الدولة، اللي هو وضع اليد على أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء. حضروا اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدد من السادة المسؤولين. رئيس الوزراء استهل الاجتماع بتجديد التأكيد على تعامل كافة أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أي حالة تعدي جديدة على الأراضي، حفاظا على حقوق الدولة، وإشاد أيضا في هذا الصدد بالجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء. الأستاذ عاطف أمين رئيس التحالف المصري لتطوير العشوائيات، مساء الخير يا فندم. مساء الخير حضرتك أستاذ عاطف. يعني أهم ما وصلنا إليه في ملف التصالح وأنجزنا كام في المية من ما يجب أن ينجز؟ طبعا احنا عارفين حضرتك أن البناء المخالف ده كان بيعتبر من أخطر القضايا التي واجهتها الدولة لما تمثله هذه الظاهرة، هي التعدي على هبة الدولة والعمل على زيادة المناطق والفوضى وتدمير للأرواح البشرية. يمكن توجهات السيد الرئيس بتؤكد أنه لن يتم السماح لأي أحد مهما يكون بمخالفة القانون وببناء عشوائي مرة أخرى يعيد الدولة إلى الخلف بعد المجهودات العظيمة في ملف تطوير العشوائيات، وإن الدولة بتعمل بدائل للبنى المخالف، لأن البنى المخالف دوت ده مشكلة كانت من 40 عام، من أكثر من 40 عام، بسبب طبعا عدم توفير الدولة الحكومات السابقة في وحدات سكنية أو بديلة لمتوسط الدخل
فبالتالي كان المواطن بيلجأ للتعدي على أراضي الدولة أو بنى مخالف لتوفير وحدات سكنية ليه أو لأسرته. بما أن حضرتك كلمت عن هيبة الدولة، مهم نذكر المشاهدين أن في بعض الأماكن كان فيها أبراج، وعندي أماكن محددة بس ما فيش داعي للكلام دلوقتي، لأنها الدولة أصرت على أنها تتهد بالكامل بعد أن صعدت هياكلها الخرسانية لأكثر من 20 و25 دور. فدي هيبة الدولة فعلا يعني. مفيش حد وده يمكن السيد الرئيس كان في أكتر من لقاء ليه اللي هو أكد على جميع المسؤولين في الدولة باللي هو التصدي لهذه الظاهرة، لأن لا مش بعد كل هذه المصروفات التي تمت في ملف تطوير عشوائيات والقضاء على المناطق الغير أمنة بالتالي يعود بالدولة وترجع تاني الدولة تصرف مليارات الجنيهات عشان تقضي عليها، لأن بالتالي المواطن لازم يكون عنده توعية أيضا بعدم شراء البنى المخالف. هو دلوقتي البنى المخالف واقف تماما لأن الدولة وفرت كل الوحدات السكنية بجميع أنواع الإسكانية. يعني احنا مشكلتنا دلوقتي تنحصر في انه المواطن ياخد باله اذا كان الرخصة موجودة ولا لا طبعا. وهل هو لو كان مخالف هل تم التصالح ولا لا؟ طبعا دي اهم حاجة، وان الدولة اللي ممكن اجيبها وإلا هتروح عليه الفلوس اللي بيشتري بيها تمليكه دي بتبقى مئات الالوف، يعني مش حاجة بسيطة. وبالتالي المواطن بعد ما بيلاقي نفسه اللي هو واشترى وحدة مخالف بيلجأ للدولة وبيحصل مشاكل، فبالتالي لازم يكون في توعية أهم للمواطن اللي هو اللجوء قبل الشراء اللي هو بيلجأ للإدارة المحلية أو الحي التابع ليه وبيسأل بيه معاه صورة الرخصة بيسأل على الإجراءات أو إجراءات العقار دوت. طب هل إحنا وصلنا يا فندم لنسبة كبيرة في قضايا التصالح دي؟ إحنا 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 حضرتك وصلنا ب 2 مليون و800، يمكن النهارده السيد رئيس الوزراء اكد هذا الرقم، وان الرقم دوت يعني ده رقم نهائي لحد الفتره اللي هي 31/3/2021. 2 مليون 800 ايه يا فندم؟ بنايه سكنيه يعني عماره؟ للنهايه لحد يعني حوالي 3 مليون حد مثلا. تاريخ حضرتك لحد التاريخ اللي هو من لحد 31/3/2021 واللي هو وصل فيه هذه الارقام اللي هي قدمت للتصالح، وده طبعا حاجه كويسه جدا. و وبيتم تشكيل لجنة بعد كده، لجنة بعضوية 2 مهندسين وفي مهندس علشان التاري. التأكد من انه ما فيش عيوب او كده. متأكد من ما فيش اي عيوب، وكمان بيكون تشكيل اللجنة فيه ضابط من الحماية المدنية لتأكد من توفير الاشتراطات الأمنية والسلامة للعقار. شكرا جزيلا استاذ عاطف امين رئيس التحالف المصري لتطوير العشوائيات، ونتمنى ان نصل الى نسبة 0% عشوائيات في مصر، خصوصا العشوائيات الجديدة. وده اللي قاله الرئيس أكتر من مرة، قال لك الله هو احنا بقى هنسد من هنا وهيطلع لنا كل شوية ناس تبني تاني؟ لا، احنا نوقف الظاهرة دي، نوقف النزيف ده، وبعدين اللي فات لما بمرور الزمن هيظل رقم محدود. الرقم المحدود ده يحصل فيه تصالح يحصل فيه هد وتخلص القصة، انما هنفضل طول عمرنا بقى، ودي يفتكر الكلمات اللي استخدمها الرئيس، هنفضل طول عمرنا نكافح في المخالف ونقعد بقى نقول اصل رمضان اصل مش واخدين بالهم اصل عيد اصل جمعه الحق صب الحق حمل الحق ابني، عارفين انتوا طبعا الجو ده. فيعني شكرا ليقظه الجميع، وشكرا لاستجابه المواطن اللي مش بيشتري. انا عارف ان في مواطنين كتير عندهم مشكله اشتروا رخيص لان هم في مناطق اوريدي عشوائيه، لكن اكتشفوا ان ده كله ممكن يضيع عليهم لو ما حصلش تصالح. وفي اماكن اصحاب الشقق هم اللي بيدفعوا او اشتركوا في التصالح دوت، وصاحب الملك خلع ما تفهمش بقى سافر ولا الحركه اللي كانوا بيعملوها ديت، ان هم بيخلوا اللي بيشتري العماره واحد ملوش اي ذكر، يروحوا جايبين بطاقه واحد كده مش عارف من عايش فين وملوش اي علاقه باي حاجه عشان ما حدش يعرف يوصل له، يعني قصة كده سخيفة، لكن نتمنى انها تنتهي. ما زلنا مع رئيس مجلس الوزراء اللي بيؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في كل المجالات. في كلمة لسيادته خلال الاجتماع اللي نظمته، وكان اجتماع موسع على فكرة، غرفة التجارة الأمريكية بمصر والولايات المتحدة، دول غرفتين، بمناسبة زيارة وفد بعثة غرفة التجارة الأمريكية جرين تك للقاهرة. ويؤكد دكتور مصطفى مدبولي أن الاستثمارات الأمريكية في مصر بتغطي مجالات عديدة بينها البنية التحتية والطاقة وغيرها،
وفد الشركات الأمريكية يؤكد أن مصر تمتلك عدد من الفرص الاستثمارية في مجالات الاقتصاد الأخضر، وأن استضافة مصر لقمة المناخ تعد دليل على اهتمام الحكومة المصرية بأجندة التحول نحو المشروعات النظيفة. دكتور منال متولي، خبير البترول والطاقة والبيئة، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. دكتور منال، يعني عايزين نسأل حضرتك عن الاقتصاد الأخضر اللي هو غير ملوث للبيئة وللعالم كله بيتحدث عنه دلوقتي، يعني إيه الفرص اللي عبر عنها أعضاء الغرف الأمريكية المصرية للتجارة إن مصر بتمتلكها نحو الاقتصاد الأخضر؟ طيب، هو طبعا أنا عايزة أقول ببساطة في الأول إن كل العالم كله قابل تهديدات الفترة اللي فاتت في الاقتصاد عامة والاقتصاد الأخضر الاتنين مع بعض، من أول 2019 مع حرق الغابات على مستوى العالم ونقص الأكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون في الجو، بعدها كورونا على مستوى العالم، يعني هز الاقتصاد وتأثر الاقتصاد على مستوى العالم. جت بعدها الأزمة الأوكرانية، حرب ما بين روسيا وأوكرانيا، وده كمان أثر في الاقتصاد. عندنا كمان مشاكل تغير المناخ، دي المشكلة الأكبر اللي سببت فيضانات وأعاصير وحرق غابات. بالظبط فهمت. تمام. اللي بيحصل ده هيؤدي لأمور سلبية زي التغير المناخي مع زيادة السكان طبيعي وزيادة الصناعة والثورة الصناعية، وده بيأثر بقى أكتر في الاقتصاد. في الفترة اللي فاتت دي كانت تحديات كبيرة جدا واجهتنا احنا كالدولة المصرية، لكن الحكومة كانت بتقوم بمجهود كبير على دعم الاقتصاد والاقتصاد الأخضر، لأن الاتنين دلوقتي أصبحوا لابد من دعم الاقتصاد الأخضر عشان التغير المناخي وعلى مستوى العالم كله، إنه على سنة 2025 لازم يكون معدل ثاني أكسيد الكربون في الجو ما يزيدش عن نسبة معينة. طيب، هستأذن حضرتك نقفز إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في الاقتصاد الأخضر لأنها هي النقطة المبشرة في الموضوع. بالضبط، إن شاء الله طبعا. وهي إحنا طبعا دعمنا مصادر الطاقة المتجددة، إحنا عندنا بنعتمد على الطاقة المتجددة والنظيفة بنسبة 20%. ومصر أصبحت مركز طاقة عالمي، وبتأمل تكون مركز طاقة كمان للاقتصاد الأخضر على مستوى العالم. إحنا ركزنا على مشروعين في أو مشاريع كثيرة في الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، منها طبعا غير مجال الكهرباء والألواح الشمسية، إحنا ركزنا على الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وأنا عايزة أوضح النقطة دي عن الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر. الأمونيا بتنتج من الهيدروجين والنيتروجين، والأمونيا الخضراء حتكون هتعمل ثورة تكنولوجية على مستوى العالم. دي ممكن تستخدم في تصنيع إيه يا فندم؟ الأمونيا الخضراء هي بتدخل في حاجات كتيرة جدا، منها الأسمدة، وبتدخل في دلوقتي اللي هو العالم بينظر إليها إن هي تخش في الشحن البحري، والسفن بتستخدم الديزل التقيل. الديزل التقيل ده ملوث للبيئة وثاني أكسيد الكربون، معدل ثاني أكسيد الكربون عالي جدا بسبب الوقود الشاحنات البحرية. لكن الأمونيا في المستقبل هتدخل في العالم كله بيسمح لكده، ومصر طبعا شغالة في فرص الاستثمارية للأمونيا الخضراء. الأمونيا الخضراء دي هتحل محل الوقود للشحن البحري، ودي حاجة كبيرة جدا. في كمان دلوقتي اتجاه للسيارات الكهربائية والكحول الإيثيلي بدلا من الوقود الأحفوري، ومجال الكهرباء في الألواح الشمسية بدلا من الوقود الأحفوري والفحم، وده هيقلل نسبة ثاني أكسيد الكربون بنسبة كبيرة. وتقرير رئاسة الوزراء ان احنا بدأ معدل النمو عندنا في النصف الأول زاد ب 9% في النصف الأول من السنة ده 9%، فده حاجة مبشرة جدا ان الحكومة بتبذلها في مجال الاقتصاد والاقتصاد الأخضر. شكرا يا فندم. دكتورة منال متولي، خبير البترول والطاقة والبيئة، يعني نتمنى
مع شكرنا للدكتور منال انه موضوع الامونيا الخضراء والهيدروجين الاخضر ده يتسع الاستخدام. احنا عندنا مجمعات ضخمه جدا للبتروكيماويات دلوقتي وموجوده في اكتر من مكان، وعايزين كمان زي ما قالت دكتور منال لو استخدمت كمان في حكايه السفن ديت يا سلام، ده تبقى قناه السويس، يعني ده حلم ان قناه السويس تبقى ممر اخضر للسفن العملاقة اللي بتعدي منها، يبقى ده ضمانة لأنه محدش هيعدي علينا يلوث جونا ويسيب لنا ظواهر غير صحية من التغيرات المناخية، فنرجع بعد كده نعاني من تأثيرها على البشر وعلى الشجر وعلى البيئة بشكل عام. انتوا عارفين ان في انتخابات نيابية في لبنان، وفي أخبار مبشرة بتراجع الإقبال على انتخاب حزب الله، يعني لأنه خلاص دلوقتي ما بقاش فيه مواطن لبناني يتيم واحد مش عارف أن حزب الله سبب كل المصايب اللي بتحصل في لبنان. وإن كان هم بيدعوا أنه هم السبب في صد الهجوم الإسرائيلي على أراضي لبنان ومزارع شبعة، لكن يعني أهو المواطن اللبناني دلوقتي بيشوف مصلحته. وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بيؤكد ان النتائج النهائيه للانتخابات البرلمانيه قد تتاخر، واشار الى ان نسبه التصويت كانت جيده، واضاف خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم: تمكنا من انجاز الانتخابات البرلمانيه بالرغم من كل التحديات والتشكيك، ونسب التصويت جيده، لكن النتائج النهائيه للانتخابات قد تتاخر قليلا. الانتخابات النيابيه جرت في جميع انحاء لبنان امس الاحد، وكان يحق قرابة 4 مليون مواطن لبناني المشاركة فيها، طبعا ده رقم كبير جدا لأن عدد سكان لبنان أصلا مش كبير، لانتخاب مجلس نواب جديد لمدة 4 سنوات يتألف من 128 نائب. تعالوا نشوف جزء من المؤتمر الصحفي اللي عقد النهاردة لوزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، ونرجع مع حضراتكم. الدوائر عم ينشغل عليها وبعدهم القضاة مستمرين في هذه اللحظات، وكانوا مستمرين طوال الليل ورح يبقوا مستمرين لإعلان النتائج. كبار القضاة ورئيس مجلس القضاء الأعلى يلي عم يتواصل معي باستمرار موجود شاركني بحث القضاة وبالوقوف جنبهم وبتهنئتهم على العمل. نتيجة نهائية بدائرة الجنوب الثانية صور وكرة صيدا بلغت النسبة 48.8%، الحاصل الانتخابي 23,297.571، عدد اللوائح 4، اللائحة اللي حصلت على الحاصل الانتخابي على الأصوات 1 ومقاعدها 7. نبيه مصطفى بري، حسن محمد علي عز الدين، حسين سعيد جشي، علي يوسف خريز، عناية محمد عز الدين، علي عادل عسيران، وميشيل حنا موسى. النتيجة النهائية بدائرة الجنوب الأولى صيدا جزين نسبة 46.6%، الحاصل 12,258. توزعت النتيجة على لائحتين ننتخب للتغيير 3 مقاعد، وحدتنا في صيدا وجزين 2 مقعدين، والفائزين غادة خليل أيوب، عبد الرحمن الدكتور نزيه البزري، أسامة معروف سعد المصري، سعيد سليمان الأسمر، وشربل مارون مسعد. النتيجة النهائية بدائرة جبل لبنان الأولى وكسروان نسبة الاقتراع 63.4%، أكيد نسبة جيدة. لوائح الفائزين من 4 لوائح، 2 مقعدين للائحة معكم فينا للآخر، 1 مقعد للائحة قلب لبنان المستقل، 2 مقعدين للائحة صرخة وطن، و3 مقاعد للائحة كنا ورح نبقى. الفائزين زياد حليم الحواط،
رائد عكيف برو، ندى نهاد نعمي جورج فريم، شوقي جرجي الدكاش، فريد هيكل الخازن، سيمو فريد أبي رميا، سليم بطرس الصايغ. نتيجة النهائية بدائرة البقاع الأولى زحلة نسبة 49.5%، الحاصل الانتخابي 13241 كسور. احنا بنتمنى من الله ونصلي ليل نهار لهذا الوطن العظيم لبنان، لبنان البلد الرائع والشعب الطيب المضياف اللي كانت عايشة على السياحة والخبراءها بيقولوا ولا 20 سنة لما ترجع تاني تتسم بنفس السمات السياحية وتتخلص من غلان اللا أمن واللا استقرار. نتمنى إنها ترجع بقى بلد أعظم مما كانت، ترجع بلد صناعي، بلد زراعي، بلد سياحي، بلد يعني زي ما طول عمرها كانت استراتيجي لأن موقعه شديد الأهمية. كل التوفيق في الانتخابات النيابية اللبنانية. احنا معانا الأستاذ جيلان جبر، أستاذة جيلان جبر الكاتبة الصحفية عضو مجلس المصري للشؤون الخارجية. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أستاذة جيلان حضرتك متخصصة في الشأن اللبناني اللي بنتمنى لهم كل خير، هل صحيح ان هم بالفعل الإقبال على التصويت لحزب الله أقل من قبل كده بكتير؟ الحقيقة لبنان النهاردة حققت عدة نجاحات. النجاح الأول هو العملية الانتخابية إنها تمت بأكمل وجه تمام حتى الآن. الحل الثاني إنه كان نسبة التصويت عالية جدا. ده حاجة و50 في بعض الدوائر مش كده؟ بالظبط. ده رقم عالميا يعتبر رائع يعني. المغتربين كمان، والمغتربين كانت نسبة كبيرة برضه. هاي فده حاجة. الحاجة الثانية إنهم وضعوا رأيهم الحقيقي في الدولة اللبنانية التي تنهار وتغيير هذه السلطة والحكام يعني الحكام والمتسلطين على الدولة اللبنانية. أيه. الحقيقة ده كان رسالة قوية جدا لحزب الله، لوكلاء إيران، لأنه الحزب الله وحزب السلاح الغير شرعي هم وصوتوا للسياديين. يعني إيه سياديين؟ يعني الفئة السيادية التي تؤمن بسيادة لبنان وصوتوا للتغيير، يعني الفئة التي ليس لها تاريخ سياسي ولكنها فئة جديدة دخلت الانتخابات هذا العام لتغير وجه لبنان وتعيده إلى هويته الحقيقية. طب احنا سمعنا بعد إذن حضرتك، سمعنا أثناء عرض السيد باسم مولوي وزير الداخلية اللبناني للنتائج، بعض النتائج الأولية يعني، سمعنا بعض الأسماء المكررة أيضا زي نبيه بري وغيره. يعني هل ما زلنا ندور في نفس الفلك أم أننا يعني سنفاجئ زي ما حياتك بتقولي؟ لا، خليني أقول لك، نبيه بري أو المجموعة بتاعت حزب الله ومجموعة الجنوب لم يتم فيها تغيير، ولكن تم الخرق في لوائح الانتخاب. بمعنى أنه في من حزب الله أكيد حوالي وصلوا لحاجة و50 أو ما يقرب إلى 60، ولكن هناك 68 في الجهة الأخرى وهي الغالبية الآن اللي كانت خرقت القوات اللبنانية وأثبتت وجودها بعد ما كانت 15 نائب أو 20 نائب تقريبا، اخترقت وجوه جديدة في طرابلس وفي مناطق كثيرة. طب احنا قبل كده كان عندنا الجزء اللي هو المعطل ده كان حزب الله كان نسبة أكبر من كده صح؟ بالضبط، عشان يبقى الجزء المعطل كانت نسبته أقوى من كده وأكثر من كده. تمام. وبالتالي هنا النهاردة أصبحت الجزء السني قالوا ان هيبقى فيه بعد الحريري ما مشي، فقالوا ان هيبقى فيه احتجاب من السنة لبنان ولن ينتخبوا، ولكنهم نزلوا وانتخبوا اصحاب السياده اللبنانيه. يعني ايه سياده؟ قلت اللي هي سياده لبنان وليس احتلال الايراني في لبنان عن طريق حزب الله. رفضوا سلاح حزب الله. انا اظن البرلمان الجديد هيحمل شكل من مناقشات ومن الصراعات الداخليه اذا تم باذن الله، وحكومه تشكل بشكل الأغلبية التي تحكم كقوانين الدول الديمقراطية، هتكون الأغلبية هي اللي بتحكم، وبالتالي هنا حسيكون النقاش، أول نقاش هيكون عن سلاح حزب الله. لبنان بتبلغ رسالة للدول الخليجية والدول والمجتمع الدولي إنها تحاول بشعبها وبانتخاباتها الشرعية أن تغير وجه لبنان وتعيده إلى مجتمعه العربي والخليجي والدولي، لأننا كنا عارفين إن كان في حجب كتير من دول الخليج
انها تتعامل مع لبنان، ولبنان اي مع السياحه الخليجيه واي مع المساعدات الخليجيه، لانها دوله صغيره. طب استاذه جيلان مش حضرتك نعم. انا هل انا سمعت صح حضرتك قلتي انه كسب لغايه دلوقتي اكتر من 60 عضو من حزب الله؟ لا لا ثانيه واحده، كسب يبقى يقرب الى 60 من اللي هم الناس القدام او او الجماعه اللي هي كانت زي نبيه بري زي حزب الله، اللي هم السياسيين القدامى اللي عايزين كانوا يخلصوا منهم الشباب في لبنان. مثلا الدروز يعني الدروز ما حدش نجح من الدروز اللي تابعين لحزب الله، اللي نجحوا بس فئه جنبلاط هي طيب. الوحيده الفئه اللي نجحت، لكن ارسلان سقط يعني في وقام وهاب سقط، كل دور دي تابع لحزب الله سقط في الانتخابات. طيب نتمنى اللي نجح هو وليد جنبلاط بس. احنا نتمنى مع استاذه جيلان جبر الكاتبه الصحفيه عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه والمتخصصه في الشان اللبناني، شكرا جزيلا. نتمنى للشعب اللبناني كل رفاهيه وان هو اللي يفرض يعني ارادته، ويعني انا اعتقد انه ده شرف كبير لهذا المنبر البسيط وهذا البرنامج المتواضع انه يعني غطى هذه القضيه يعني عملنا يمكن عشرات الحلقات حول هذا الوطن الجريح وهذا الاحتلال اللي من الداخل عن طريق ايران عن طريق حزب الله. وياما استضفنا محللين في الاستوديو وعبر زوم وتقنيات التواصل علشان نؤكد انه صوت الشعب اللبناني هو الذي يجب ان ينتصر، وان شاء الله سينتصر وتعود لبنان مرة اخرى للقابلية للتعاون الدولي، لانه زي ما قالت استاذة جيلان مش بس الخليج، ده العالم كله كان متوقف عن دعم لبنان. يعني في اكتر من زيارة للرئيس الفرنسي ماكرون 3 مرات علشان يغير اللي بيحصل، مفيش حاجة بتتغير. طيب ده شيء طيب جدا. نروح مع بعض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللي بيتعهد ان بلاده قد ترد على انضمام السويد وفنلندا. انتوا عارفين النهارده رئيسة وزراء السويد اكدت انه ده مهم لامان السويد انها تنضم للاتحاد الاوروبي، وان ده هياخد بعض الوقت عشان ينضموا بقى للجزء العسكري اللي هو حلف الناتو اللي فيه اكتر من دولة أوروبية وفي أمريكا يعني. وهي كمان أشادت أنه في عدد كبير من الدول من ضمنهم أمريكا والدول الأخرى يعني مرحبة بانضمام السويد لحلف الناتو عشان تتمتع بالأمان أو الحماية العسكرية اللي بيوفرها حلف الناتو لأعضاء. الرئيس فلاديمير بوتين الرئيس الروسي بيقول أن ده مش هيأثر في أمن روسيا، مفيش مشكلات ما بيننا وما بين السويد وفنلندا، وقال انه توسع حلف شمال الاطلسي الناتو على اراضيهما على اراضي السويد وفنلندا يعني هيتطلب رد من روسيا. وخلال كلمه في قمه زعماء دول منظمه الامن والتعاون الجماعي في العاصمه الروسيه موسكو، قال فلاديمير بوتين ان المرحله الحاليه بتشهد اختبار اليات لزعزعه الاستقرار في الاتحاد السوفيتي السابق، وذكر انه هيتم التوقيع من قبل الدول الاعضاء بالمنظمه على اعلان مشترك للتعاون في المجالات العسكريه والدفاعيه وتوسيع التنسيق دوليا. دكتور ايمن سمير الخبير في العلاقات الدوليه، مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ ايهاب لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. يعني في راي حضرتك السويد وفنلندا وهي دول يعني امنه من دول اسكندنافيا ودول مرفهه الى حد بعيد والحمد لله، يعني احنا متأكدين من ده وشفناه بعنينا يعني، لكن لماذا تنضم؟ هل شعرت بتهديد هذه الدول اللي تعتبر دول غنية ودول مرفهة ودول فيها أعلى مستويات المعيشة في العالم؟ فعلا استاذ ايهاب، يعني خلال الفترة الماضية جرى استثمار الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تحديدا في تسويق الخوف والفزع لدى الشعبين الفنلندي والسويدي، لأنه كان هناك في التاريخ هناك آلام مشتركة، كان في حرب بين فنلندا وبين الاتحاد السوفيتي السابق أطلق عليها حرب السجوق أو حرب الشتاء، وكانت حرب ضاروس وقتل فيها عدد كبير جدا من الطرفين في سنة 39 وسنة 1940. ورغم أن السويد حافظت على حيادها لمدة 200 سنة يعني منذ مؤتمر باريس للسلام في عام 1814 وحتى الآن لم تنخرط السويد في أي عمل عسكري مباشر صحيح. ضد روسيا بما فيها حتى خلال الحرب العالمية الثانية، يعني خلال الحرب العالمية الثانية كانت السويد دولة محايدة هي وسويسرا وفنلندا قبل أن تدخل الحرب في سنة 39.
كل ذلك أنا في تقديري نتيجة لتسويق الخوف ونتيجة لي. حضرتك قلت إن كان في حرب 39 ما بين فنلندا وما بين إيه روسيا؟ وبين الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي كله على بعضه. اتفضل. حرب السجق. طب إيه يا فندم إيه اللي بتتوقعه حضرتك من روسيا واللي أشار إليه فلاديمير بوتين؟ يعني هو قال بصراحة ينضموا للناتو، إحنا ما عندناش مشكلة، ده مش هيهدد أمن روسيا، لكن بندرس الرد. إيه اللي بتتوقعه ردا؟ ولأن روسيا كمان عندها تخوف زي ما قال النهاردة فلاديمير بوتين إنه الناتو بقى أمال هو هيقبل ليه إنه هم يخشوا عشان يحط قوات مشتركة على أراضيهم ويهدد روسيا برضو في جوار يعتبر مباشر. هو أولا يعني انضمام فنلندا والسويد بيهدد روسيا بشكل مباشر، لأن جميع المدن الروسية التي يتم التصدير من خلالها يعني الحبوب والصناعات الروسية بالكامل في بحر البلطيق سوف تكون مطوقة بالكامل، لأن الحدود الحالية ما بين فنلندا وروسيا حوالي 1330 كيلومتر، وبالتالي كمية الحدود أو مساحة الحدود ما بين حلف الناتو وروسيا سوف تزيد. كانت المساحة السابقة من خلال دول بحر البلطيق الثلاثة، وهذه دول صغيرة إجماليها كلها حوالي 100,000 كيلومتر فقط، لكن عندما تنضم دولة بطول يعني هذه المساحة الطويلة هذا بيزيد المخاطر بالنسبة للاتحاد بالنسبة لروسيا. طيب يعني إذا أمريكا والناتو نشنوا على إن هم يعلوا نبرة الخوف عند دول عشان يروحوا في حضنهم ويمثلوا تهديدا جديدا، ماذا تتوقع ردا من روسيا على هذه الخطوة؟ الخطوة الأولى سوف يتم نشر يعني صواريخ نووية في منطقة كالينجراد ما بين مولدوفا وما بين بولندا. هذه المنطقة هي أقرب منطقة للسويد ولفنلندا، وتحدث بذلك يعني أكثر من مسؤول روسي، وقالوا أنه ما يسمى بالصواريخ النووية التي تحمل رؤوس نووية تكتيكية، هذه الرؤوس النووية هي رؤوس نووية صغيرة يمكن استخدامها فيها العمليات وفيها الخطوط الأمامية للقوات كرد على الحقيقة. احنا بنحس بالفزع لما بنسمع كلمة صواريخ ذات رؤوس نووية، لأن ده حل هيدمر الجميع يعني. بالتأكيد، لكن هو يعني الأسلحة النووية في تقديري حتى قبل الحرب الأوكرانية كانت سلاح رد أو سلاح تخويف فقط، لكن لم يكن هناك جدية في استخدام هذه الأنواع من الأسلحة. لكن أنا في تقديري ما حدث منذ 24 فبراير الماضي وحتى الآن بداية والتحركات اللي بتتم في البحر الأسود وبحر البلطيق وشمال أوروبا كلها تجعل كل السيناريوهات متاحة، لأن أنا في تقديري عملية الإذلال أو عملية الخوف أو عملية يعني عدم وجود مسارات أمام روسيا قد يدفع روسيا إلى ما يسمى بخيارات اليأس. خيارات اليأس عندما تشعر أنها تخسر في أوكرانيا وتخسر ويقترب الناتو من حدودها. بالمناسبة ذهاب، منذ تولي الرئيس بوتين نصف عدد الدول في حلف الناتو انضمت للحلف في عهد الرئيس بوتين. حلف الناتو قبل فنلندا والسويد به 30 دولة، 15 دولة بالكامل انضموا في عهد الرئيس بوتين. يعني كأن حضرتك تقصد انه التارجت او الهدف هو تهديد روسيا بشكل صريح، تهديد وربما يصل الى ما بعد التهديد الى الإذلال، وانا في تقدير هذا وروسيا لن تقبل بهذا. طبعا لن تقبل بهذا، وقد يضطرها للقيام بخيارات انا في تقدير قد يعني تمثل تهديد لكل الدول الأوروبية. أنا كنت أتمنى من فنلندا والسويد أن يكونوا أكثر حكمة وألا يستمعوا لهذه يعني الضغوط الغربية، لأنهم بالفعل منذ الحرب العالمية الثانية لم تكن هناك حروب. ما هو دكتور أيمن زي ما حضرتك عارف وحضرتك سيد العارفين أعلم مني بكتير أنه الـ 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 أقول إيه يعني القبضة مش بس عسكرية، القبضة فيها جزء اقتصادي وفيها جزء سياسي وفيها جزء استراتيجي. صحيح، يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر المستفيدين من هذه الحروب، هي التي تبيع السلاح. بالمناسبة فنلندا اشترت من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوعين الماضيين أو تعاقدت يعني على 35 على 65 طائرة F-35 إجمالي ثمنهم 9 مليار يورو. منذ السنوات الأخيرة شركات زي الشركات الأمريكية شركات السلاح مثل لوكهيد مارتن طول عمرها منذ انشائها من 150 سنة كانت بتشتغل شفتين أو ورديتين فقط. لأول مرة في التاريخ بيشتغلوا 3 ورديات بالكامل خلال 24 ساعة، بيصنعوا أسلحة ولا يستطيعوا أن يفوا بالعقود التي وقعوها.
هذه يعني بالنسبة لهم فرصة تاريخية طبعاً. لبيع أكبر عدد وأكبر كمية من السلاح. وبالمناسبة حتى الأسلحة التي تعطيها الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا ليست مجاناً. الكونغرس أصدر في الأسبوع الماضي قانون يسمى قانون الإيجار والإعارة، أن هذه الأسلحة التي تعطيها أمريكا لأوكرانيا سوف تقوم بتسديدها في مرحلة لاحقة وتسددها الأجيال القادمة. شكرا جزيلا دكتور أيمن سمير الخبير في العلاقات الدولية. هو الشيطان بيدي حاجة ببلاش لما يكون تأجيج الحروب والخلافات والنزاعات هو الهدف، يبقى عمره ما هيكون مجانا، ده هيفقر شعب أوكرانيا إلى الأبد. لكن قد يكون ده في مصلحة الجوار الروسي، لكن ما حدش عارف اللي جاي ايه. الخريطة ملتبسة، لانه ربما الحرب العسكرية المباشرة ما خلاص يعني خدت شكل من اشكال البرود كده، ممكن تستمر كده فترة طويلة، ما هياش متأججة وعالية زي ما دكتور سمير مرقص امبارح الحقيقة كان فقرة حلوة قوي، يعني توقع ان هي مش مشتعلة وهتظل محدودة، يعني مش هتتوسع غالبا فيها الاطراف عسكريا ودم وناس كتير تموت. لكن الخطورة بقى في الحرب اللي وراها اللي هي بتفكرنا بايام الحرب الباردة، مناطق اقتصادية اكبر ونفوذ اقوى، كل واحد بيبحث ياخد من التاني ايه. طيب تعالوا نخرج لفاصل قصير ونرجع نكمل اخبار. ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة 75 لمهرجان كان السينمائي، الحدث الفني الدولي الكبير الفرنسي الجنسية، والذي يحظى بمتابعة عالمية ويحرص على الحضور فيه أغلب نجوم العالم، وكتير الحقيقة من النجوم المصريين حريصين على الوجود في هذا المهرجان، وعلى الأقل لو عندهم شغل يبقى متابعته. ويتزين المهرجان هذا العام بباقة متنوعة من أهم وأفضل إنتاجات السينما العالمية في 2022. لم يتبقى سوى ضربة البداية اللي ستنطلق غدا 17 مايو، ويستمر المهرجان حتى 28 مايو وسط حضور فني وجماهيري ضخم متوقع في ظل إجراءات احترازية كبيرة خوفا على سلامة الحضور، وهم معظمهم من أكبر نجوم العالم من فيروس كورونا. الأستاذ أحمد سعد الدين الناقد الفني، مساء الخير يا فندم. مساء الخير. يعني كلمنا عن أهم الاستعدادات الخاصة بمهرجان كان السينمائي. والله هو السنة دي طبعا الدورة 75، ولكنها دورة مختلفة حتى في استعداداتها لسبب بسيط، يعني كان في الدورات اللي قبل كده الثلاث دورات اللي فاتوا كان فيهم مشاكل عشان فيروس كورونا. السنة دي هتبقى دورة كبيرة جدا جدا. هقول ان في استعدادات خاصه طبعا عشان النجوم، بالاضافه ان انا عندي مجموعه من اهم الافلام المنتجه على مستوى العالم. لو شفت مثلا المسابقه الرسميه هلاقي ان حوالي 18 فيلم متنوعين، سواء من امريكا، سواء عندي المفاجاه ان في فيلمين من ايران السنه دي موجودين في المسابقة. طبعا السينما الإيرانية سينما مهمة لمن لا يعلم، يعني هم الحقيقة في الحتة دي فازوا قبل كده، عباس كيروستاني وجعفر تنهاي ومجموعة كبيرة جدا من الفنانين أو المخرجين الإيرانيين فازوا بالسعفة الذهبية قبل كده. فالسينما الإيرانية سينما مهمة جدا، خاصة إن احنا في التوقيت ده إزاي بيقدروا يعملوا سينما جيدة برغم المشاكل السياسية اللي عندهم، فدي سينما مهمة. طبعا السينما الأمريكية مش محتاجة كلام طبعا. لكن المفاجأة السنة دي ان هم يعني من حوالي اكثر من شهر كانوا منعين بعض الافلام الروسية اللي هي تدخل في المسابقة، وبعض الفنانين او المخرجين هم متعصبين شوية مع الحالة الروسية ضد حرب أوكرانيا. ومع ذلك في فيلم روسي في
المسابقة الرسمية. طيب أستاذ أحمد خليني أسألك، هل في أي حضور مصري في الفعاليات كفن يعني؟ هو التقطت بعض الصور الفوتوغرافية للفنان حسين فهمي في تحضيرات مهرجان كان، والبعض ربط ما بينها وما بين مهرجان القاهرة السينمائي القادم، يعني مش عارف تعليقك ايه على هذا الموضوع. هو طبعا لو اتكلمنا على الحضور المصري والعربي على مستوى الافلام المشاركه فالسنه دي للاسف مفيش فيلم مخرجه مصر من اصل مصري ولكن جنسيته سويسري، لكن الفنان حسين فهمي بيروح مهرجان كان على اساس ان هو رئيس مهرجان القاهره، ودايما بيروح هناك رئيس مهرجان القاهره والمكتب الفني عشان سوق كان هو اكبر سوق سينمائي في العالم، فمن هنا بيتم اختيار بعض افلام مهمه جدا للمشاركه في مهرجان القاهره. لكن نقدر نقول كمان ان في حضور عربي على مستوى الافراد، بمعنى مستوى النجوم يعني الافراد نجوم سواء عندي المخرج يسري نصر الله تم اختياره رئيس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. عندي المخرجة التونسية كوثر بن هنية اللي كان عندها فيلم مهم جدا قبل كده الرجل الذي باع ظهره، السنة دي هي رئيسة لجنة تحكيم النقاد. طب ده مش حضور عادي، ده مش مجرد حضور شرفي يعني، ده حضور رسمي. عندي كمان الناقد احمد شوقي هو رئيس اسبوع الفابريكي، عندي مجموعه كبيره جدا. هنا اقدر اقول ان في حضور عربي جيد ولكن مش على مستوى الافلام. مش على مستوى الافلام. بشكرك يا فندم استاذ احمد سعد الدين الناقد الفني، شكرا جزيلا. اتمنى المهرجان كان السينمائي كل التوفيق وللسينما المصريه مزيد من الازدهار والتطلع مره اخرى نحو جوده وفنية العمل السينمائي، بمعنى انه مش بس نكتفي بالرسالة انها تكون رسالة كبيرة خاصة بالهوية خاصة بالانتماء خاصة، دي اشياء طبعا عظيمة، لكن السينما في النهاية هي فن وهي صناعة، فالاهتمام بالصناعة بمعنى جودة التمثيل بمعنى جودة الإخراج بمعنى جودة الإضاءة المستخدمة ومدى ملائمتها لموضوع الفيلم والجو النفسي للبطل والعمق والتكثيف اللي بيعتمد عليه شريط السيلولويد بتاع السينما واللي بتمتاز بيه السينما عن الفيديو وعن الوسائط الأخرى، إنك بتخش كأنك دخلت جوه أعماق الشخص جوه فكره جوه قلبه جوه تفكيره وتخطيطه ومشاعره. نتمنى أن السينما ترجع تاني تنافس بأفلام من هذا النوع ذي الجودة العالية، أفلام يبقى ذات عشان جمع فيلمية. طيب نروح مع بعض لرئيس وزراء فرنسا الجديدة التي هي تعد ثاني امرأة منذ 30 سنة في تاريخ الجمهورية الخامسة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلف اليوم إليزابيث بورن رئيس لتكون رئيسة وزراء اليوم في سابقة فرنسية لم تحدث من أكثر من 30 سنة، وهي المرأة الثانية في تاريخ الجمهورية الفرنسية اللي بتتولى هذا المنصب. إليزابيث بورن 61 سنة، وزيرة النقل والتحول البيئي السابقة في حكومة رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب في 17 مايو 2017، أيضا هي وزيرة العمل الفرنسية في حكومة جان كاستيكس اللي هو رئيس الوزراء الأخير اللي قدم استقالته. أصبحت إليزابيث بورن تاني رئيس وزراء في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية بحسب محطة LCA الفرنسية، بعد مرور ما يقرب من 5 سنين على اليوم التالي لدخولها الحكومة، عادت مع ترقية لتصبح رئيسة الوزراء. يعني مش هستفيد في يعني معلومات عن إليزابيث بورن اللي هي كانت في البداية مجرد موظفة مدنية كبيرة مهندسة حاصلة على درجة علمية من المدرسة الوطنية للهندسة اللي هي طبعا كلية الهندسة بيسموها كده أحيانا، والمدير السابق لهيئة السكك الحديدية ورئيس منظمة بواتو شارانتس، المدير العام للتخطيط الحضري في دار البلدية في باريس. واضح أنها سيدة لها تاريخ طويل ونتمنى لها كل التوفيق في أنها تنقذ شعبها الأول من تهديدات كورونا ومن التهديدات الإرهابية والأمنية اللي تكررت في ربما 10
السنوات الماضية. احنا معانا على التليفون السيد توفيق قويدي شيش الصحفي، قويدر شيش الصحفي والباحث في العلاقات الدولية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا، تحية للسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك معنا من باريس على الهاتف، وارجو ان يعني اعرف من حضرتك مستغلا وجودك في الشارع الفرنسي مدى الترحيب بقدوم اليزابيث بورن رئيسة لوزراء فرنسا. فعلا مجموعة كبيرة من الاحزاب السياسية يعني باركت هذا التعيين باعتبارها يعني لأنه كان هناك نوع من الإقصاء في عهد السيد فرانسوا هولاند، السيد ساركوزي، الآن هي سابقة من نوعها. إقصاء حضرتك تتحدث عن إقصاء للمرأة في فرنسا؟ صحيح، حاجة يعني. نعم. لا، رئيس كرئيسة الحكومة يعني طبعاً منذ 30 شهر 30 شهرا من نوع من التهميش، وكان يعني سابقة، نقدر نستطيع القول كأنها سابقة من نوعها، منذ 30 سنة لم تعين مرأة على الجهاز التنفيذي يعني. لكن تدول مع شخصيتها السياسية أكثر، ويهمني المواطن الفرنسي ربما أكثر من الأحزاب الفرنسية. صحيح، المواطن الفرنسي يعني ارتاح نوعا ما لهذا التعيين. لماذا؟ لأن شغل الشاغل المواطن الفرنسي هو القدرة الشرائية وتدهور المستوى المعيشي والتقاعد وما شابه ذلك. وكل هذه كمان موضوع مهم بعد بعد الحوادث اللي حصلت في 7-8 سنين الأخيرة يعني. صحيح، وبالتالي الشغل الشاغل أو الملف الأساسي الذي سوف تنكب عليه بالدراسة وإيجاد له حلول وهو ملف الشغل والقدرة الشرائية. لا ننسى بأنها كانت سابقة في شغلت نصب وزيرة الشغل وزيرة العمل، ودي تعتبر بقى مكافأة لها كنجاح في أنها أوجدت فرص عمل للفرنسيين. صحيح، تمام، كمان مضبوط، ومضبوط إلى حد كبير، وبالتالي لديها الخبرة، وكذلك لديها الخبرة فيما صراع الرأس فيما يخص الإضرابات أصحاب السكك الحديدية، وهي كانت مديرة لهيئة السكك الحديدية في باريس. في باريس طبعا وكانت لديها عدة مشاكل مع النقابات العمالية وعلى غرارها فيليب مارتينيز وفي حكومة السيد إيمانويل بالز نفس الشيء. وإذا لديها خبرة، هذه المرأة لديها خبرة كبيرة لأنها تقلدت بين الانتقاء الإيكولوجي وبين الطاقة وبين الشغل. ولهذا السيد إيمانويل ماكرون يعني الشعب الفرنسي يعني الغالبية استحسنوا هذا التعيين، لأنها يعتبر كذلك امتداد لسياسة إيمانويل ماكرون. الآن حكومة كاستيكس، جون كاستيكس، انتهت طبعا، لأننا نحن أمام عهدة جديدة ثانية وهي عهدة السيد إيمانويل ماكرون. حزب الجمهورية الأمام انتهى وأصبح حزب النهضة، وبالتالي هناك نوع من الاستمرارية. والسيد السيد إيمانويل ماكرون اختار السيدة إليزابيث بورن لكفاءتها. طيب اسمح لي سيد توفيق، اسمح لي أسأل سعادتك، يعني لقبت إليزابيث بورن بأنها عملت على بناء صورة سياسية، ولقبت بأنها الوزيرة التكنو، يعني التكنوقراطية أو التقنية أو الناجحة فنيا في وظيفتها، بالإضافة لأنها من بيئة من خلفية بيئية أيضا، وكانت صديقة للوزيرة البيئة السابقة سيجولي رويال لما كانت وزيرة 14-15، وهي تولت منصب وزيرة التحول البيئي من يوليو 19 ليوليو 20. ربما يعني دي رسالة للولاية التانية لإيمانويل ماكرون 5 سنوات المقبلة، إنه هو سيعمل أكتر على التغيرات المناخية ومكافحتها. تفتكر إنه ده رسالة صحيحة باختيارها؟ صحيح، نعم أكيد هي رسالة واضحة. لماذا؟ لأنها تكنوقراط، وتكنوقراط يعني تقريبا هي كانت تميل للحزب الاشتراكي، ولكن الآن تقريبا أصبحت ميولاتها حيادية حيادية، وهذا ما يركز عليه السيد إيمانويل ماكرون. ماكرون لا يحب كثيرا المتحزبين أو المتحزبات، وبالتالي اختار هذه التكنوقراط. كانت في عهد السيدة السابقة وزيرة الانتقال الطاقوي
سيغولين رويال لأنها كانت يعني من بين المدعمين السياسة المناخ السياسة المناخ الذي يدعو إلى السيد إيمانويل ماكرون وهو يعتبر ليس فقط ملف محلي هنا في فرنسا يطرح على المارتينيون أو يطرح على الإليزي بل مسألة المناخ هي مسألة عالمية يقود قاطرة السيد إيمانويل ماكرون وقد يعني دافع على هذا المشروع من خلال قمة الكوب 21. طب خليني أسألك أخيرا سيد توفيق قويدر شيشي الصحفي والباحث في العلاقات الدولية عن مستوى الأمن في فرنسا، هل المواطن الفرنسي الآن يعني راضي عن مستوى الأمن وهل مضى عهد العمليات الإرهابية الكبرى اللي سببت فزع فرنسي زي مسرح باتاكلان والحاجات اللي كانت في محيط باريس والكوارث الكبيرة اللي حصلت من عدة سنوات؟ صحيح صحيح الآن فرنسا الآن لديها أجهزة استعلامات تعمل بشكل جيد أجهزة الدي جي اس او والدي جي اس اي وهناك تنسيق بين هذه الأجهزة الأمنية أجهزة الاستعلامات الخارجية أجهزة الاستعلامات الداخلية وكذلك العمل المشترك بين محور برليز برلين العمل وفق تبادل المعلومات الأمنية في فضاء شينغن والعمل بين المجلس الأمن الأوروبي الذي يعالج الجريمة ومكافحة الإرهاب خاصة العائدين من بقايا يعني فلول الإرهاب ونفس الشيء بالنسبة لما يحدث في الساحل وفي ليبيا وكذلك بعض المتطرفين لنقول بأن فرنسا استطاعت القضاء لحد كبير وكذلك التطرف في السجون الذي يؤدي إلى الإرهاب وفرنسا نستطيع أن نقول بالتعاون مع شركائها الأوروبيين استطاعت القضاء أو يعني التخلص بنسبة كبيرة من العملية الإرهابية ودليل على ذلك أنه ليس هناك عملية استباقية يعني حوالي 12 عملية استباقية خلال عام واحد فقط في عهد حكومة السيد كاستاكس وكاستانا. شكرا جزيلا السيد توفيق قويدر شيشي الصحفي والباحث في العلاقات الدولية كان معنا من باريس، شكرا جزيلا. والحقيقة انه يعني كانت العمليات الأخيرة في فرنسا في باريس بالتحديد كانت أشبه بالمهزلة لأن كنا تابعنا يعني تعقب المجرمين اللي عملوا هذه العمليات وقدرتهم على انهم ينزلوا مش عارف ايه حاجات تحت الأرض وتكون معرفش ايه مستنيهم كرسي في قطر ايه وعربية توديهم فين، يعني كانت حاجة مأساوية. لكن بالفعل زي ما قال السيد توفيق انه فعلا يعني اتعملت عمليات استباقية جيدة وتعتبر فرنسا وصلت لشيء جيد. والحقيقة هو مقام مبشر جدا في الفترة الثانية انه يكون يعني في قدرة اكبر. تعرفين مشكلة الدول الاوروبية واللي من ضمنها فرنسا انها في نطاق محدد كده تقريبا خلاص الاستثمار خلص، يعني هم استغلوا كل شبر في المدن الكبرى وفي مساحتهم ولذلك بدأ الاستثمار الاوروبي خارج اوروبا ربما من اكتر من 10-15 سنة. ليه؟ لانه خلاص ادخمت هذه الدول بالخطط الاستثمارية واستغل كل شبر فيها واصبح خلاص ما بقاش في فرصة لانك تصنع جديدا. فعشان تدور عجلة الاقتصاد لابد ان انت تستثمر، ان شاء الله تستثمر بره بلدك ويعود عليك هذه المشروعات. طبعا مع دخول الكوارث البيئية في 20-30 سنة الأخيرة اصبحت كثير من الدول تفضل ان تقيم مصانعها في دول من العالم الثالث، مش هقول حتى من الدول النامية لانه لسه بدري عليهم على ما يدركوا يعني خطورة المخلفات والنفايات والأبخرة والتلوث البيئي. وللأسف للأسف للأسف إنه هذه الحقوق التي يطالعنا بها الجميع دينا شفنا هو بيقول لك إقصاء للمرأة من منصب رئيس الوزراء في فرنسا على مدار 30 سنة وكمان كمان بنشوف للأسف إنه حقوق الإنسان هي مجرد نغمة يتشدق بها الأجانب الأوروبيين والأمريكان، يعني تنطبق فقط على حقوق الإنسان الكذا الأمريكي الفرنسي، كل دولة تتحدث عن مواطنيها. تعالوا نروح للأرصاد اللي خبراء هيئة الأرصاد زي ما قلت لحضراتكم الخميس اللي فات كانوا بيتوقعوا موجة حرة تنتهي التلات، هما دلوقتي بيتوقعوا انه بكرة حيسود طقس حار برضو نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد
معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد يعني يكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل ليلا في هذه الأماكن، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا. شكرا جزيلا لوجود حضراتكم معانا في هذه الفقرة الإخبارية المطولة، ونتطلع للقاء الدكتور أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ حالا بعد فاصل قصير. أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية، بيشرفني يكون ضيفي في هذه الفقرة دكتور أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم على حضرتك وكل المشاهدين. أهلا بحضرتك، وباعتباركم في مجلس الشيوخ ننظر إليكم دائما كخبرات اقتصادية ومستشارين متخصصين كل في مجاله، يعني أحب أعرف رأي حضرتك الأول إجمالا في الخطة اللي طرحتها الحكومة أمس لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وحناخد بعد كده محاور معينة نتحدث عنها بالتفصيل. خلينا نقول إن دي بداية قوية من الدولة المصرية في عرض الوضع بشكل تفصيلي، الوضع الاقتصادي العالمي والأزمة الاقتصادية العالمية بمنتهى الشفافية للمواطن المصري. بنشرح النهاردة أن هذه الأزمة أزمة عالمية خارج مصر ولها آثار كبيرة جدا. الأزمة دي كانت بدايتها في زيادة الطلب على المنتجات بعد أزمة كورونا، تلاها ارتفاع التضخم بشكل كبير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم، تلتها الأزمة الروسية الأوكرانية التي أزادت سعر البترول والمواد الطاقة والنقل البحري وزادت الضغط على التضخم في العالم كله. طب قبل ما تقولي تقييم حضرتك العام لهذه الخطة، عايز أعرف منك ليه بتعد هذه الأزمة الـ يعني الأكثر طحنا للعالم من 80 سنة؟ يعني بنتكلم على أزمة الثلاثينات الاقتصادية وأيام بقى الحرب العالمية الثانية، وحاجة يعني معقولة ديت الأكثر يعني إيلاما للبشر من هذا التاريخ؟ طبعا، لان النهارده الوضع الاقتصادي العالمي فيه ازمات التضخم والزياده التضخميه الضخمه جدا. لما نتكلم على الدوله الاولى في العالم على المستوى الاقتصادي وهي الولايات المتحده الامريكيه، زياده التضخم من 2% الى ما يقترب من 9%، ده النهارده بيورينا ضغوط قويه جدا على الاقتصاد الامريكي وهو الاقتصاد الاقوى في العالم والعمله الرئيسيه في الاحتياطي النقدي في العديد من دول العالم، ودي ليه تاثير كبير جدا على العالم باسره. وده رفع التضخم في اوروبا، رفع التضخم في الدول كلها، ارتفاع الاسعار كان مبالغ فيه جدا. الازمه كمان مركبه. هي ليه هذه الازمه عنيفه جدا؟ لانها مركبه، لانها لم يكن هناك وقت ما بين ازمه كورونا واثارها السلبيه والتعافي منها على المستوى الاقتصادي، وكانت ازمه صحيه عالميه ضخمه جدا اثرت على اقتصاديات ضخمه في العالم كله، تلتها وبمنتهى السرعه الازمه الروسيه الاوكرانيه، فازداد الضغط على الاقتصاد العالمي بشكل كبير جدا. انا باكد على كلام حضرتك انه المواد البتروليه الويك اند ده اللي هو خلص النهارده سجلت اسعار تعتبر هي الاعلى في تاريخها عموما في الولايات المتحدة الأمريكية. بالضبط، النهاردة الضغط على أسعار الطاقة والضغط على الفيدرالي الأمريكي النهاردة لما يتخذ قرارات لم يتخذها منذ أكثر من 20 عاما برفع الفايدة مرتين على هذه المستويات والتخطيط لرفعها مرات أخرى على الشهور المقبلة، دليل على أن الاقتصاد الأمريكي يعاني معاناة كبيرة جدا. والاقتصاد الأمريكي هو محور لاقتصاديات العالم بأسره بكونه هو العملة الرئيسية في احتياطيات دول كثيرة، وأيضا بكونه الدولة الأكثر قوة على المستوى الاقتصادي في العالم حتى الآن. طيب تقييم حضرتك بقى لخطط الحكومة اللي أعلنتها عن جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، طبعا تنفيذا لتوجيهات مهمة من السيد الرئيس، انه زي ما حضرتك قلت يبقى الشفافية واضحة عشان الناس تعرف برضو الحكومة دي بتشتغل قد ايه، مش كل غلاء في الأسعار ننسبه لانه الحكومة مقصرة، لانه ده زي ما حضرتك تفضلت أزمة عالمية. ما جدوى بقى ومدى نجوع هذه الخطط اللي وضعتها الدولة وأعلنت بالأمس؟
طيب في شقين هامين جدا. الاول ان احنا نبقى واضحين جدا سواء على مستوى الاعلامي او مستوى الحكومه لشرح للمواطن ان هذه ازمه خارجيه وخارج نطاق الحكومه المصريه بالكامل. تمام. والازمه اللي تواجه كل الدول باختلاف مستوياتها. المرحله الثانيه ناخد المواطن البسيط، الحاله الاقتصاديه هل هيحصل زياده في الاسعار؟ بالطبع هيحصل زياده في الاسعار على كافه المنتجات، لان اسعار المواد الخام واسعار السلع الغذائيه واسعار النقل البحري زادت بشكل كبير جدا، وبالتالي سيكون هناك زياده في الاسعار في السوق المصري. طيب عشان نواجه ده الدوله المصريه اتخذت قرارات في تتعلق بالحمايه الاجتماعيه، كان اولها زياده الاجور والمعاشات بيطبقها في شهر ابريل، وكان برضو زيادة رفع الحد الإعفاء الضريبي 25% تحديدا من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه. كمان الأسر الأكثر احتياجا اللي ضمن برنامج تكافل وكرامة انضم لهم 450 ألف أسرة بتكلفة 2.7 مليار جنيه. كل ده النهاردة في إطار حماية المواطن البسيط إلى جانب الرقابة على الأسواق وطرح مؤسسات الدولة بالكامل لكل السلع والبرودكت في الأسواق والرقابة عليها عشان يحصل وفرة في الأسواق من السلع، إلى جانب توفير مخزون استراتيجي من السلع الرئيسية. النهاردة عندنا القمح يكفي 4 أشهر، الزيت يكفي 5.6 أشهر. كل هذا يودينا النهاردة على توجه الحكومة. طيب مؤتمر رئيس الوزراء وما يعكسه هو بيعكس رؤية الدولة المصرية في 4 محاور أساسية. المحور الأول أن الاستثمار الأجنبي في كل العالم بيهرب النهاردة، الاستثمار والأحداث دي بتخلي الاستثمار بيهرب من كل دول العالم وبتقل وضعه بشكل كبير. زي النهاردة نجذبه، الدولة المصرية وضعت خطة جاذبة. طب مش بس جاذبة، دي حددت قطاعات معينة كقطاع الطاقة المتجددة، قطاع الاقتصاد الأخضر وهو الهيدروجين الجديد، وقطاع أيضا صناعة السيارات، وقطاع التعليم، وقطاع الصحة. الدولة القطاعات دي تتميز بحاجتين، انها قطاعات مهمة للمواطن المصري، وفي نفس الوقت هي قطاعات اصلا طبيعتها جاذبة، يعني في اقبال عليها من المستثمرين الاجانب، صح كده؟ بالضبط، هي زي ما حضرتك شرحت بالضبط. وكمان هذا التوقيت يعني ان النهاردة ان الدولة المصرية تعطي رؤية انها تجذب الاستثمارات في توقيت صعب للغاية، لان تزامنا مع مؤتمر الصحفي رئيس الوزراء كان هناك توجيه من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساعدة شركات ريادة الأعمال والشركات الصغيرة في تأسيس الشركات بالإخطار، وأيضا ممكن موضوع المقر يكون له حلول. كل ده في مشكلة في الدولة في مرحلة حساسة للغاية، لأن النهاردة التنافسية أصبحت كيفية. دكتور أحمد أنا مش قادر أسمع حضرتك بوضوح، هنعاود الاتصال بحضرتك. وكمان من ضمن التوجيهات المهمة جدا للسيد الرئيس في اجتماعات اليوم وأمس الخاصة بالشركات الرقمية أنه يكفي الشركات الافتراضية، يكفي مش لازم يكون ليها مقر. يعني قبل كده ما كانش ينفع حضرتك تكون شركة على الانترنت اللي هي بيسموها الاي كوميرس، او ان انت بتتاجر عن طريق الانترنت، ما ينفعش ان انت تعمل كده من غير ما يبقى ليك مقر. وفي شركات كتيرة جدا مش عايزين نقول اسامي عشان تبقاش دعاية، ليها مقر وانت بتقدم سجل تجاري وليك مقر. دلوقتي الرئيس قال مش مهم كمان يكون ليها مقر، بس نديها فرصة انها تشتغل، وده لمزيد من الدعم للاقتصاد. دكتور احمد رجعت لنا تاني. انا مع حضرتك يا فندم، انا مع حضرتك. كنت بسال على التوجيه المهم لسياده الرئيس كمان بفكره ان تاسيس الشركات بالاخطار زي ما حضرتك قلت، وكمان مش بالضروره يبقى لها مقر مادي على الارض. بالضبط، النهارده دي خطوه قويه جدا وغير متوقعه بالنسبه للمستثمرين الاجانب ورؤيتهم للدوله المصريه. أي. ليه؟ لان ده نموذج النهارده بيتم تطبيقه في الدول المتقدمة بشكل كبير في كيفية إنجاز الإجراءات الخاصة بتراخيص الشركات وتأسيسها. والنهاردة رئيس الوزراء هو بيشرح بالتزامن مع هذه القرارات قال إن في حد أقصى للمدة الزمنية وحددها بعشرين يوم لتأسيس الشركات، فده مستجد جديد في الحياة المصرية، لأن كان المستثمرين بيقول لك أنا باخد وقت كبير جدا في التعامل مع أكثر من جهة وما بعرفش أحل الموضوع ده. كمان يا فندم يعني فكرة احنا كان عندنا بعض التصريحات اللي خضت المستثمرين على الانترنت سواء كانوا محليين او اجانب،
انه هتتفرض ضرائب جباره، وانه كان ناس بدات تخشى فعلا هذا الامر. لكن الكارثه العالميه اللي اعلن عنها رئيس الوزراء بالامس انه الدين العام على مستوى العالم بيتفاقم بنسبه 351%، يعني ثلاث مرات ونص بقى الدين العام في العالم، وانه 60% من بلدان العالم الاشد فقرا اصبحت مديونياتها في حاله حرجه. ما وضع مصر بقى في هذا الامر وسط هذه الكوارث؟ طيب خلينا نقول ان الدين العام في العالم اصبح 303 تريليون دولار، وهذا الرقم ضخم جدا، لان النهارده الوضع فيما يتعلق بالمديونيه العالم في هذه الاحداث والتضخم بيسبب ضغط كبير جدا على اقتصاديات دول عديده. طيب مصر وضعها ايه؟ مصر وضعها ان هناك خطه لمصر وضعها الاقتصادي في مقارنه الدين بالناتج المحلي. كان النهارده خلينا نقول مثلا ارقام، كان يمثل الناتج المحلي في 2013 2014 103%. كان هناك خطه لتقليل هذه النسبه. اللي حصل ان مصر استطاعت تقليل هذه النسبه الى 81%، ثم أحداث كورونا وآثار كورونا ارتفعت تاني ل 85%، والخطة الحالية ضمن خطة الدولة خلال 4 سنوات لخفضها لمستوى 75%، وهو مستوى الاستقرار على المقارنة ما بين حجم الدين مقارنة بالناتج المحلي. ده وضع النهاردة بيورينا أن الدولة المصرية عندها خطة، وقوة المؤتمر امبارح كانت في رؤية الدولة المصرية لآثار هذه الأزمة، لكن آثار هذه الأزمة مرتبطة ارتباط وثيق بالتوقيت، لأن التوقيت النهاردة والأحداث العالمية تمثل ضغط قوي جدا على كل دول العالم. طب دكتور أحمد، يعني خلينا ناخد نموذج بقى بأمريكا، لأن معروف للناس كتير ما تعرفوش أن أمريكا مديونة لشوشتها برضو، يعني ما هياش يعني زي ما الناس متخيلة انها بتقول اخد قروض ليه مدام اقتصادي قوي. فعايزين نعرف برضو الدين العام بيمثل كام في المية. طبعا 75% ده لو وصلنا له هيبقى شيء عظيم، وهيبقى مؤشر على ان اقتصادنا اصبح في منتهى القوة بعد 103 يعني في المية يعني من الناتج المحلي. تفضل. انا هاخد بس هرد على سؤال حضرتك، بس هاخد جزء من اللي انت حضرتك قلته وشرحته في النهاية. خفض مستوى الدين بيرتبط بحاجه كمان مهمه جدا، هو الفائض الاولي، تحقيق فائض اولي. مصر النهارده بتستهدف هذه السنه تحقيق 91 مليار فائض اولي بنسبه 1.2%، والخطه بتاعتنا خلال 4 سنوات يبقوا 2%. طب ما هو الفائض الاولي؟ هو خصم الايراده، ايراد الدوله من مصروفها باستبعاد فوائد الدين. وده بيدينا رؤيه ان الدوله المصريه عندها قدره على سداد التزاماتها بشكل كبير جدا. النهارده مش بس امريكا، لما حضرتك بتتكلم على مستوى الدين هناك دول كبيره جدا حجم الدين فيها مرتفع للغايه، يعني لما نيجي نقارنه بالناتج المحلي لهم حجم الدين مرتفع للغايه، لكن ده ما بيمثلش ضغوط في حاله قدره الدوله على الالتزام بدفع هذه الديون وفوائدها، وان رؤيه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني هامه جدا في تقييم الدول. النهارده في وسط هذه الازمه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بيشيروا الى ان الاقتصاد المصري سيحقق نسبه نمو 5.5%، وده معدل طبعا كنا بنستهدف اكثر من كده، لكن الازمات دي وان احنا نحقق معدل نمو ده وضع جيد جدا للاقتصاد المصري. طبعا هناك كمان خطط للاقتصاديين في حال استمرار الازمه، قد يكون احد هذه الخطط واللي الواحد ممكن يفكر فيها ان ممكن الدوله المصريه تضع خطط بعد النهارده ما يبقى في تشديد نقدي من البنك المركزي و استمرار لرفع الفائده طبقا لمعدلات الفائده اللي تبقى مسموح بيها، قد يكون هناك تفكير اخر في تغيير، وده احد الحلول اللي اتخذتها بعض الدول، تغيير البنك نوت في هذه المرحله. طيب دكتور احمد، في يعني برضو طرح مأمول جدا وطيب جدا من رئيس الوزراء بالأمس، إن هو بيتكلم عن القطاع الخاص، وإن هو نسبة مشاركته في إجمالي الاستثمارات المنفذة هيصل ل 65% في الثلاث سنين اللي جاية. عايزين نعرف الرقم الحالي قد إيه وقد كده. طبعا دي حاجة يعني حبيت حضرتك تعلق عليها، بس معروف للجميع ان مشاركة القطاع الخاص بهذه النسبة ده موضوع رائع، ان الدولة مش بتستأثر بالمشروعات، وان هي بتدي فرصة لكل الناس، عشان برضو كان في اتهامات ان مصر يعني قطاعات محددة فيها وقطاعات رسمية هي المستأثرة بكل المشروعات القومية الفترة اللي فاتت. لا النهارده
الناحية الاقتصادية لازم هو القطاع العام أم القطاع الخاص، وكل من التوجهين له أهدافه الاقتصادية وله توجهه. الدولة المصرية النهاردة في هذه المرحلة اتخذت قرار بأن يعود القطاع الخاص مرة أخرى، وده كان توجه الدولة المصرية في الفترات السابقة. لكن إيه اللي رفع قيمة مشاركة القطاع العام؟ الأحداث التي كانت تحدث في مصر ومن ثم أزمة كورونا أجبرت الدولة المصرية على الدخول باستثمارات ضخمة في البنية التحتية ومشروعات الكهرباء ومشروعات الصرف الصحي، كل ده رفع استثمارات القطاع العام. النهاردة بنرجع في المرحلة الحالية، الوضع الحالي اللي حضرتك سألت عليه في اللحظة ديت إن 70% للدولة و30% للقطاع الخاص. المستهدف خلال 4 سنوات هو رفع حجم القطاع الخاص من 30% ل 65%. طب إزاي نعمل دوت؟ نحن ندي حوافز للقطاع الخاص لتقليل الضرائب، حوافز صناعية في المناطق الصناعية، أيضا تمليك أصول الدولة، ودي خطة على مدار 4 سنوات إن الدولة بتطرح أصول للقطاع الخاص للمشاركة فيها بقيمة 40 مليار دولار كل سنة، 10 مليار دولار، وده النهاردة عناصر جاذبة جدا للمستثمر للدخول القطاع الخاص في الاستثمارات، ويكون هو القائد والرائد في جذب وتقوية الاقتصاد المصري في هذه المرحلة. دكتور أحمد، يعني إيه تمليك أصول الدولة؟ يعني هل هتطرح مثلا زي ما تحدث رئيس الوزراء عن إن الأراضي الصناعية هتطرح بحق الانتفاع مرة تانية؟ يعني مش لازم يبقى عنده مبلغ كبير يشتري بيه الأرض عشان يعمل مصنعه، ولا ده مرتبط بوثيقة سياسات ملكية الدولة اللي قال رئيس الوزراء اللي هيعلن عنها قبل نهاية هذا الشهر؟ وإيه هي الوثيقة دي؟ طيب الوثيقة، يعني أنا باخد برد على سؤال حضرتك من الآخر للأول. الوثيقة في البداية هي سياسة ونهج للارتباط ما بين الحكومة المصرية وبين القطاع الخاص في عملية المشاركة ما بينهم في المشروعات. الوثيقة دي بتحدد المجالات اللي احنا نستهدف النهاردة دخول القطاع الخاص فيها، وهل الحكومة ستنسحب بالكامل من هذه المجالات أم سيكون هناك مشاركة بنسب؟ ده النهاردة راجع، هذه الوثيقة ستحدد كافة المجالات. طب الجزء الأولاني، النهاردة تسعير الأراضي دي أول جزئية صناعية ارتبط بالمرافق، يعني هيكون بس تسعير مرتبط بالمرافق، تمام؟ لأن الدولة طبقا لما أصرح به رئيس الوزراء لا تستهدف التربح من أسعار الأراضي الصناعية، فهيبقى تسعيرها بالمرافق. إلى جانب العرض الآخر، وهو عرض حق الانتفاع للمستثمر على فترات طويلة، وده النهاردة بيسمح للمستثمر في التفكير في الاستثمار، التفكير في النوهاو، التفكير في التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا. ما بيبقاش النهاردة عائق قدامه انه هدفع ثمن الارض وهبني المصنع، لا، انا النهاردة هبدأ افكر في بنى المصنع ودخول التكنولوجيا الحديثة ونقلها للسوق المصري. او ممكن يبقى متخوف من ان هم هيدوله الارض وبعد شوية كم سنة ياخدوها منه، يبقى كل اللي دفعه كمعدات وكده يبقى راح عليه. وفي نفس الوقت فكرة تسعير الخدمات دي بمعنى انا بس وصلت لك مية، وصلت لك غاز، وصلت لك كهرباء، هو ده بس اللي انت هتتكلفه، مش هتاخد تمليك يعني. طب معلش، عشان انا خلاص بيقولوا لي فاضل دقيقة، عايز اسألك على موضوع دمج اكبر 7 مواني مصرية في شركة واحدة، واكبر فنادق مميزة ملك للدولة برضو هتبقى شركة واحدة مميزة، وهتطرح نسب من هذه الشركات في البورصة، وده برضو شيء رائع. يعني خليني أخد من حضرتك دوت، ده أحد الإجراءات الخاصة بتنشيط سوق المال المصري أو البورصة المصرية تحديدا. هو إجراء ضمن 21 إجراء سيتعلق بتنشيط سوق الأوراق المالية لاستهداف مضاعفة حجم سوق المال المصري في هذه المرحلة. تجميع هذه الشركات في شركة واحدة يعطي قوة لهذه الشركة بشكل كبير جدا، ويحفز المستثمرين في الأسواق للدخول في هذه الشركة لكونها تكون لديها قواعد مالية وحجم تحليل مالي ضخم جدا. لما ندمج 7 شركات و7 مواني في بعض، ده بيديه قوة كبيرة للشركة دي. أيضا طرح شركات القطاع العام، وهم 10 شركات في البورصة المصرية إلى جانب شركتين من القوات المسلحة، كل ده النهاردة بيكون هدفه تنشيط سوق المال بشكل كبير جدا. والبورصة النهاردة أعتقد أن خطة الدولة في تلميحات وشرح كلام رئيس الوزراء أن البورصة عنصر هام جدا في دعم الاقتصاد المصري. دكتور أحمد، أنا بشكرك على وجودك معانا، وبشكرك على رشاقة إجاباتك وتكسفها ووضوحها اللي ادانا فرصة نطرح علامات استفهام كتيرة في وقت قليل. كل شكر لحضرتك وكل الضيوف. جزيل الشكر دكتور أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ. شكرا جزيلا لحضراتكم، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة. تصبحوا على خير.